السلام عليكم اخي. انا ساكنه في تطوان متفلان فلاني. دابا ملي جيت مع على برا جيت مثلا محكوي جالتي شحال هادي مسافه جالتي جيت مثلا نعمل بوتا مع دوتي دابا تخشكوي جات وشي حاجه كنت باش نعمل والعافيه جبدتي في الحوايج ما درت نجو الحوايج حتى كنت جبدتي في النوز ديالي وفي كوارعي وفيديو يدي دابا لاباس بحال دابا رجليه هو اللي خصني نوقف عليهم هذه ضروري. انا وحمزة مشيت للسبيطار جاو الراجل اختي ولا حنا في الدينا داكشي ديالنا دابا دوا الدار وشوف دوا نربط ولا براسكم دابا حنا في الدينا داكشي الدوا ديالنا في الدينا ديك العلاج ديالها دابا ما عندنا من عمولة ملي داو لسبيطار اخر عاود كذلك جوج النفس سبيطار سينادر وسبيطار دقولنا اللي ما عندهاش داكشي ديالها دابا دوا نربط لنا يديكم باش تعالج تما وتبقى تما هادشي اللي كاين دابا حنايا تجيبونا الحال ديالنا الله يرحم باباكم والله يكثر خيركم اللي جاجيكم. السلام عليكم. انا الراجل ديال الزوجه هادي هادي تسهر وهي مطيحه هكذا دابا نطلب المساعده مع عند الزواج وانا كنت في الخدمه وهي كتكلم لي حتى وتحرقت انا جيت من الخدمه لقيت المراه هنايا مطيحه ما زبرت ما نعمل ديت عند الطبيب قلت شي 15 يوم خرجت عاود ردينا مشيت للطبيب ومع الاخر قبل ما صافي هزوها والديوان الرباط راه تبو بين ديوان المراه العافيه هي جات دعم الكفاتير هاد الماء سالت البوطه العافيه سالت فيها من الاوراق ودابا وهي تا ما نسيت من هنايا حتى كانت محروقه كامله ما زبرت كما نعملها بطل السبيطار الواقع ديالها خلصوها 10 ايام ولا 15 يوم من بعد قالوا لي ديها عاود زوقنا في الناس وهبطوها لنا وملي هبطوها لنا عاود قبلوها ومن بعد الاخر قالوا لك ما كاينش الدواء ديالها انا شوف الدواء ديالها الشكل ديالها الرباط ولا ما فيه هذا هو هي شي معفنه هي معفنه تصور هي معفنه كاينش اللي ديها فيها والما والو قدر الله واحد.